ممكن ناخد صورة جماعية. فنانة فاطمة الكاشف شكرا للسيد عبد الله. مسابقة العروض المسرحية للدورة 17 من المهرجان. رئيس لجنة التحكيم المخرج والفنان الأستاذ الكبير محمد أبو داود. عضو لجنة التحكيم الناقدة الكبيرة الأستاذة عبلة رويني. عضو لجنة التحكيم الفنان الموسيقار خالد شكري. وعضو لجنة التحكيم المهندس مهندس الديكور طبعا الدكتور سمير شاهين. الفنان الأستاذ أحمد مختار. ناخد صورة. شكرا لحضراتكم، شكرا لمجهودكم.